كنت عاوز بس الاستاذ محمد يقدم الساده الضيوف ان هو عارف كل الضيوف اللي موجودين. الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه في حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه لتنفيذ منظومه او الاسراع في تنفيذ منظومه اداره المخلفات الصلبه. الحقيقه كان الاجتماع يعني استمر عده ساعات وكان اجتماع مهم جدا، ويمكن ده كان الاجتماع الثاني للسيد الرئيس في لمناقشه هذا الموضوع. لما الوزير الرئيس يعمل اجتماعين مع الوزيره المختصه في وجود رئيس الوزراء لمناقشه نفس الموضوع، اعتقد ده يؤكد ان احنا قدام موضوع في غايه الاهميه، اداره المخلفات الصلبه. اداره المخلفات الصلبه ده موضوع مهم جدا، او ما يدرج عليه بشكل كبير عندنا اللي هو القمامه والمشاكلها واستثماراتها. اذا قلنا ان القمامه ده يعني استثمارات كبيره جدا، او حجم المخلفات الصلبه، سوق المخلفات الصلبه في العالم تقريبا بيقدر بحوالي حاليا 2 تريليون دولار، رقم كبير جدا ورقم مخيف جدا. 2 تريليون دولار دي حاجه ضخمه قوي قوي. الخبراء والمعنيين والمختصين بهذا الشان بيقولوا في 2025 سيرتفع هذا الرقم الى 4 تريليون دولار. احنا تقريبا الاستثمارات اذا كانت الارقام دي صحيحه، واعتقد ان هذه الارقام يمكن انا شفتها من المختصين في وزاره البيئه، بتقول ان يعني حجم الاستثمارات عندنا يعني يفوق المفروض 163 مليار دولار، وان هذه الصناعه صناعه مهمه جدا لانها يعني لها العديد من المكاسب. المكاسب من النواحي الصحيه، نحن بنقلل الامراض اللي الدوله بتصرف عليها او تنفق عليها مليارات كبيره جدا، وفي نفس الوقت بالنظافه وبنواجه القبح زي يمكن ما زميل الاستاذ محمد القاصبي قال. القمامه كانسر لا يفنى، كيف نتعامل معه؟ كان هو عنوان هذه النظرة. وفي الحقيقة هذا ليس تعبيري، أنا يعني سرقته من الدكتورة شيرين، هي بتستخدمه كتير، اللي هي القمامة كانسر لا يفنى. هو تعبير ينطوي على دلالتين في غاية العمق. احنا هدفنا في كان هدفي في الاستجواب هو استجلاء الحقائق، وان احنا هدفنا جميعا ان احنا نحل هذه الازمه. فالفكره ان احنا بنصوب اذا كان في طريق احنا ماشيين فيه غير صحيح، لكن هو ليس القصد ابدا يعني هو يعني ان احنا نظبط نفس عدالة مني ولا حاجه، لكن انا هدفي فعلا ان احنا الظاهره اللي بقت مسيئه لمصر وبقت شيء لا يمكن ان يقبل ان يستمر بهذه الصوره ان احنا نستمر. فده يعني اسمحوا لي ان انا زيكم هطرح بعض الاسئله وهعرض عليكم كل بعض المستندات. وانا طبعا بشكر الدكتور علي عبد العالم لما اتكلم عن الاستجواب عندي، قال ان انا املك الادله قد الاستجواب الحقيقه، وبعمل حاجه يعني دخلت في هذه الازمه من اول ما دخلت المجلس، لان انا كنت مارست المشكله دي سنوات قبلها كتير ووجدت لها حلول. ويمكن احكي لكم قصه صغيره قوي، كان احد اسباب ان انا كنت هفقد حياتي بسبب مرتين على فكره. يعني القوة الشديدة اللي بتلاقوني بيها دي هي جوه السبب. يمكن الفيلم هيستطيع ان يلخص بعض المشاكل اللي هتشوفوها، لكن الحقيقة انا المشكلة دي ازمة كبيرة جدا. عايزة اقول لكم المدفن اللي هتشوفوا شكله دلوقتي سنة 2009 ده ما بقاش، تعالوا قعد 15 يوم دفاع مدني مش عارف يخش فيه. مكانه هو بينتج غازات، مهم يعني سحابه من الدخان بتقتل ولادنا بتقتلنا بتموتنا ولا حاجه خالص، واحنا مستمرين على هذا الامر. بشكر حضراتكم جدا، وبشكر الجريده على الندوه، ان شاء الله تبقى ندوه كويسه عشان حضراتكم تعرفوا يمكن الدوله بتعمل ايه. المهم جدا ان حضراتكم الدوله مش قاعده تلعب ولا ايه بتطلع يعني برامج من غير دراسه، احنا بقالنا في الدراسات دي تقريبا من نص 2017 الى يومنا هذا، لغايه لما فخامه الرئيس اعتمد لنا المنظومه ووافق عليها وقال لنا امشوا اشتغلوا فيها بسرعه كل الجهات المعنيه مش وزاره البيئه بس. اولا الفصل من المنبع ده محتاج ثقافه معينه، والثقافه ديت مش موجوده عندنا.
دي اولا. ثانيا الناس مش هتستفيد حاجه، مفيش فكره الانتماء. بس انا لو ربطت ما بين زي ما قلت المثل دلوقتي، لو ربطت ما بين الفلوس او المادة او الاستثمار والتخلص منها تماما والاستفاده منها، هستفيد، هوصل لنتيجه رائعه. ازاي؟ النهارده انا كشركه، انا النهارده بتاعت بزنس، عندي شركه كبيره، هعمل اكياس، اكياس كيس للصد وكيس اللي هي القمامه العلبيه، وهمر على كل البيوت وهوزع الاكياس، تمام؟ وهطلب من ست البيت، من المراه عامه، ان هي الكيس ده هتحط فيه الحاجات اللي هي العضويه، والكيس التاني هحط فيه الحاجات الصلبه، وانا هعدي عليه اخد منك الاثنين. الاول هعمل شركه مساهمه، الشركه دي اسهمها هتتجمع من كل المصريين. يعني انا مثلا عندي النهارده هقول مثلا في القاهره 100 مليون شقه مثلا، هاخد من كل شقه 100 جنيه، هاخد من كل شقه 100 جنيه، الفلوس اللي هتطلع من الشقه دي من الشركه دي اجيب بيها المعدات وهبني بيها المصنع، وهطلب من الشركات ان هي تعمل لي نوع من انواع الدعايه المجانيه، هوزع الاكياس مثلا الكيس ب 10 قروش او حاجه، وهقول لست البيت ان انا الكيس اللي هاخده منك هوزنه وهيبقى لي زي بوينتس، كل اول 3 شهور هرد لك البوينتس دي زي نظام التمويل. نظام التمويل هجمع كل الحاجات اللي انا باخدها من القاهره مثلا، هيبقى عندي كده انا فصلت في الملف. الفصل هو اللي بيخلي الزباله كنز لا يفنى. الاثنين صح، اللي بيطلع يقول انه قمامه مصر غنيه صح، واللي بيقول قمامه مصر مش غنيه برضه صح، هي مش غنيه لان هي ما بتتفصلش. هو بس الحقيقه بس انا عايز اقول حاجه، ان احنا كل واحد فينا شايف المشكله من وجهه نظره، شايف جزء منها وهو على حق فيه، شايف مقلب قدام منه، شايف ان في مقلب لازم يتشال. في حد تاني شايف ان المقلب ده عشان يتشال لازم يبقى له بديل. هو مقتنع تماما ان المقلب لازم يتشال، بس لازم اوفر البديل. في واحد تاني شايف ان المكان ده ما ينفعش يتحط فيه مقلب، في واحد تاني شايف ان الزباله كنز. لان هو خلاص شايف ان في حد فعلا بيقدر ياخد المقلبات وياخد التبديل ويعمل الحاجات ده كله ويكسب، فبالتالي شايف الجزء ده فشايفه كنز. وهو بيبص للجزء الكنز ده بيتجاهل تماما الجزء التاني اللي بيعمل لي تكلفه عاليه جدا. ومفيش حد يقدر يلوم عليه دوت، لان مفيش حد عنده معلومات كلها كامله. وعشان كنا نقدر نتكلم كان لازم نتكلم عن دراسه. انا لو جيت اقول ان انا عايز انزل هنزل في حي، هنجمع المخلفات، هندورها ولا مش هندورها، هي كنز ولا مش كنز، نسبه المحفوظات فيها قد ايه، جميع المعلومات دي لو قلناها كده نظري او بشكل اكاديمي، معلومات اللي احنا نقدر ننقلها كده مجرد من دراسات معموله مش متاكد انا منها، هيبقى عندي يعني ارقام مغلوطه وبالتالي قراراتي هتكون غير صحيحه. فكان لازم ننزل وندرس الكلام ده، عايزين نعرف حجم المخلفات شكلها قد ايه؟ نسبه الفرز قد ايه؟ زي ما الدكتوره شيرين انا بشكرها برضه على حوارها، وانا عايز اقف عند الكلمه اللي هي قلتها في الاول، احنا جايين نتحاور. مش كنا جايين عشان نعمل استجواب او الكلام اللي كان مفترض هو يبقى مكانه في مجلس النواب، ووزيرها اللي ترد عليه مش احنا اللي بنقول له بعد كده.